by Union of Arab Jurists. الرئيس تود المنظمات الموقعة على هذا البيان أن تشيد بعقد هذا النقاش المهم وتبدي استغرابها من عدم توفير معلومات للمنظمات بالوقت المناسب. إن ظاهرة الإسلاموفوبيا تتفاقم بشكل متزايد، وللأسف تعمل بعض الحكومات على تأجيج الخوف من الإسلام والمسلمين وتغذي بمواقفها التعصب الديني ضدهم من خلال السماح لكثيرين باستخدام خطاب الكراهية كممارسة لحرية التعبير. لقد أضعف ذلك مبادئ الاحترام المتبادل بين الشعوب والدول وأجج مشاعر الكراهية وإزدراء الأديان، كما تتبنى الأحزاب المتطرفة مواقف وخطابات أخطر تستهدف المسلمين وتشجع على التمييز ضدهم، وغالبا ما يترجم ذلك إلى سياسات تنتهك حقوق المسلمين وتضع قيودا على الحرية الدينية وممارسة العبادات، بل وصلت إلى منع ارتداء الحجاب وهو ما يتناقض مع اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري. فممارسة حرية التعبير يجب أن لا تصبح تهديداً للسلم والتعايش المجتمعي، خاصة عندما تستخدم لإهانة مشاعر المسلمين كما يحصل في عمليات حرق القرآن الكريم وبتهاون مدان من بعض الحكومات ومن حكومة السويد. تكرر المنظمات الموقعة على هذا البيان أن هذه الأعمال المتكررة تجاه المسلمين تتناقض بشكل مباشر مع الجهود الدولية ونشر التسامح.